مسيرة جديدة في قبضة القسام، كانت بتلقي القنابل وسط القطاع. المسيرة من طراز إيفو ماكس اللي بتتميز بسرعة بتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة، وبتمتلك كمان كاميرا متعددة أجهزة الاستشعار، ومصممة لأداء المهام الصعبة، وقادرة على العمل في درجات حرارة من سالب 20 لغاية 50 مئوية. ورغم كل ده نشرت القسام فيديو للفريسة الطيارة، وهنشوفه مع بعض دلوقتي. خلونا نشوف ردات الفعل على السوشيال ميديا كانت عاملة ازاي. كان في تعليقات كتيرة، بس هنبدأ مع محمد. محمد كتب وقال: أحس إن ممكن يكون فيها أجهزة تتبع تعمل عن بعد بعد الاستيلاء عليها. هو رأيه إن هي لازالت ممكن تكون مضرة بالنسبة لصدها. محمود كان لمح وقال: هندسة عكسية.